3 2 1. الالبو جوينت. الالبو جوينت جوينت مهم جدا جدا في الجسم. الالبو جوينت بيتكون من 3 جوينتس. اول جوينت منهم الهيومرو اولنر جوينت، تاني جوينت اسمه الهيومر راديال جوينت، اخر جوينت فيهم اسمه بروكسيمال راديو اولنر جوينت. لازم نتعلم ازاي نعرف نعمل موبيلايزيشن لكل جوينت من دول. هنبدأ بأول جوينت منهم وهو الهيومرو ألنر جوينت. الهيومرو ألنر جوينت ليه 2 تكنيكس. التكنيك الأول اسمه جوينت ديستراكشن أو هيومرو ألنر ديستراكشن. التكنيك الثاني اسمه هيومرو ألنر ديستال جلايد أو سكوبينج تكنيك. التكنيك الأول جوينت ديستراكشن هنشوف هيتعمل إزاي. البيشنت بيكون نايم سواين بالطريقة دي كده. بحط الهيومرو ألنر أو الإلبو جوينت في الريستنج بوزيشن بتاعه اللي هو 70 درجة فليكشن 10 درجات سوباينيشن من الميد بوزيشن بالطريقة دي كده. باجي احط انا كرسي جنب البيشنت وبقعد على الكرسي ده واحط الايد بتاعت البيشنت على الكتف بتاعي، وطبعا في بلت هنا مثبت لي الهيومرس علشان ما يحصلش اي مشكلة في الشولدر وانا شغال. اول حاجة بحط ايديا بالطريقة دي او بالطريقة دي واعمل هيومرو ألنر ديستراكشن. أشد ناحيتي هيومرو ألنر ديستراكشن، هيومرو ألنر ديستراكشن، بشد ناحيتي. طبعا أنا بشد من ناحية الألنر شوية مش من ناحية الراديوس لأنه اسمه هيومرو ألنر، فبنشد من ناحية الألنر. تمام. التكنيك التاني معانا في الهيومرو ألنر اسمه هيومرو ألنر ديستال جلايد او سكوبينج تكنيك. نفس الكلام، البيشنت بوزيشن بيكون سوباين والثيرابيست بيكون قاعد سيتنج كده جنبه بالطريقه دي كده. بحط الهيومرو ألنر في الريستنج بوزيشن اللي اتفقنا عليه اللي هو 70 درجه البو فليكشن 10 درجات سوباينيشن من الميد بوزيشن، وباجي انا احط ايد البيشنت على كتفي برضه زي المره اللي فاتت، وببدا اعمل نفس الحركه يا كده يا كده، واعمل حاجة اسمها سكوبينج تكنيك. سكوبينج كأني بغرف بالمعلقة، من اسمها كأني بغرف بالمعلقة بالطريقة دي كده. باجي احطه برضو ايدي من ناحية الألنر لان من اسمه هيومرو ألنر، فباجي احط ايدي كده من ناحية الألنر اللي هي اللي جوه وابدأ اعمل سن ديستراكشن ناحيتي واطلع بالبيشنت فوق كده، اعمل سن ديستراكشن ناحيتي واطلع بالفور أرم لفوق كده بالطريقه دي كاني بغرف بالمعلقه بالطريقه دي. التكنيك ده هيحسنني الفليكشن. تاني جوينت في الالبو اسمه هيومرو راديال جوينت. الهيومرو راديال جوينت ده عباره عن كونكيف على كونفكس. الهيد اوف راديوس بتتحرك على الديستال بارت بتاعت الهيومرس، اذا كده هيكون سين طبقا لقاعدة الكونفكس كونكيف رول بتاعتنا اللي بتقول لو كونكيف على كونفكس فالجوينت حركته هتبقى سين. اول تكنيك معانا اسمه هيومرو راديال ديستراكشن. الهيومرو راديال ديستراكشن ده بعمل ايه؟ باجي نايم البيشنت سوباين وبحط الهيومرو راديال او الجوينت بتاعي في الريستنج بوزيشن اللي هو فول اكستنشن فول سوباينيشن بالطريقه دي كده، وباجي اثبت الديستال هيومرس وحرك الراديوس لبره في ديستراكشن. من اسمه التكنيك اسمه هيومرو راديال ديستراكشن، اذا انا بثبت حاجه وبعمل ديستراكشن لحاجه ثانيه، فبثبت الديستال هيومرس بالايد اللي جوه بالطريقه دي وبمسك الراديوس من بره وبعمل لها ديستراكشن، بزقها ناحيتي ناحيه بره. طبعا لازم يكون في بيلت هنا مثبت لي الهيومرس كويس علشان ما يحصل ليش ديستراكشن في الشولدر. تاني تكنيك معانا اسمه هيومرو راديال بوستيرير جلايد، واحنا اتفقنا ان الجوينت ده كونكيف على كونفكس، اذا انا لما اعمل بوستيرير جلايد هيحسن لي الاكستنشن. بعمل ايه؟ بنايم البيشنت سوباين واحطه في الريستنج بوزيشن بتاعي اللي هو فول اكستنشن فول سوباينيشن، واجي اثبت من عند الديستال هيومرس وامسك الراديوس بالطريقه دي كده واعمل بوستيريور جلايد، هيحسن لي الاكستنشن.
تالت تكنيك معانا اسمه هيومرو راديال انتيريور جلايد. والانتيريور جلايد ده هعكس فيه. احنا قلنا ان الجوينت ده كونكيف على كونفكس، اذا الحركه سيم. فانا في البوستيريور جلايد كنت بحسن الاكستنشن، في الانتيريور جلايد هحسن الفليكشن. برضو البيشنت بيكون نايم سوباين والجوينت في ريستنج بوزيشن بتاعي اللي هو فول اكستنشن فول سوباينيشن، وباجي امسك من عند الديستال هيومرس اثبتها كويس واعمل انتيريور جلايد. التكنيك الرابع في الهيومر راديال اسمه هيومر راديال كومبريشن. التكنيك ده مهم جدا في حالات السبلوكسيشن. ايه اللي بيحصل؟ الهيد اوف راديوس بتخرج بره الانيولار ليجامنت بتاعها، فانا عايز ارجع الهيد اوف راديوس جوه الانيولار ليجامنت تاني، فبعمل الهيومر راديال كومبريشن. ايه اللي بيحصل؟ بنايم البيشنت بتاعي سوباين بالطريقه دي كده، بحط الالبو بتاعه في 90 درجه فليكشن والفور ارم في الميد بوزيشن، وباجي اعمل شيك هاند اسلم على البيشنت بالطريقه دي كده، واعمل ريست اكستنشن ثم كومبريشن ثم سوباينيشن. مجرد ما عملت الكومبريشن ما ينفعش افكه تاني، عملت الكومبريشن بقوم عامل سوباينيشن. تالت جوينت معانا في الالبو اسمه بروكسيمال راديوالنر جوينت. الجوينت ده كونفكس على كونكيف، اذا الحركه هتكون اوبوزيت. الجوينت ده ليه قاعده لطيفه جدا اسمها 3B. اول بي من اسمه بروكسيمال راديوالنر، يبقى اول بي بروكسيمال. تاني بي لو انا هعمل بوستيريور جلايد فانا هحسن تالت بي اللي هي البرونيشن. تمام؟ اذا العكس بقى، لو انا هعمل انتيريور جلايد هحسن السوباينيشن. التكنيك ده بيتعمل ازاي؟ بقعد البيشنت سيتنج، وباجي انا اقعد جنب البيشنت كده، بحط الجوينت بتاعي في الريستنج بوزيشن اللي هو 70 درجه البو فليكشن 35 درجه سوباينيشن من الميد بوزيشن، وباجي اثبت الالنه من تحت بالطريقه دي كده، وببدا امسك الريديوس من فوق واعمل بوستيريور جلايد عشان احسن البرونيشن، واعمل انتيريور جلايد عشان احسن السوباينيشن. في جوينت اخير اسمه ديستال راديو ألنر جوينت. الجوينت ده ما يعتبرش تبع القلب قوي، بس ستيل هو بيحسن لي البرونيشن والسوباينيشن. فانا باجي احط البيشنت بتاعي سيتنج بالطريقه دي، وبحطه الجوينت في ريستنج بوزيشن اللي هو فول اكستنشن 10 درجات سوباينيشن من الميد بوزيشن، وباجي اثبت الالنو واحرك الريديوس، وبعمل انتيريور جلايد وبوستيريور جلايد. بس الجوينت ده هيبقى عكس اللي فوق اللي هو البروكسيمال راديو الر. اللي فوق كان اوبوزيت، حركة اوبوزيت، تحت الحركة سيم. فانا لو هعمل انتيريور جلايد ده هيحسن لي البرونيشن، الايد اهي بتروح في برونيشن. اما لو هعمل بوستيريور جلايد هيحسن لي السوباينيشن، الايد بتروح في السوباينيشن.